وهو ميكانة وربط مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية. أعتقد إن ده كمان من الحاجات المهمة جدا اللي حصلت خلال الفترة الماضية. النهاردة عندي مواليد ووفيات، بيانات آنية ولحظية موجودة أقدر أشوفها بشكل واضح جدا، مربوطة بالساعة السكانية اللي من حضراتكم بيمر على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أعلى هذا المبنى هنلاقي الساعة السكانية، فهذه الساعة السكانية الآن بقت مربوطة بشكل واضح جدا بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، فبتسجل فيها وبتحدث لحظيا. ما بقتش تقديرات، ما بقتش بشوف آخر تعداد وبقدر عليه السكان، لا بشوف لحظيا اللي المواليد وفين ومعدلات النمو السكاني اللي موجودة في مختلف المحافظات والمراكز والقرى والمدن. مهمة جدا. الحاجة الثانية الوفيات، يعني كمان البيانات بتوفر لنا النهاردة أسباب الوفاة، يعني من الحاجات اللي هي احنا دايما بنبص عليها ما هي أسباب الوفاة، وبالتالي خريطة، يبقى عندنا خريطة أمراض واضحة جدا قدامنا بحيث أبقى عارف إن هذه المنطقة موجود فيها مرض، وأغلب الوفيات اللي بتحصل في هذه المنطقة مرتبطة بمرض معين، فده ممكن يكون هذا المرض وتفشيه في هذه المنطقة مرتبط بعدم وجود وتوفر خدمة، ولتكن زي خدمة مثلا الصرف الصحي، مياه الشرب النقية في هذه القرى. فهنا تبدأ الخطط على طول تتفاعل مع مثل هذه المعلومات وتبدأ تخصص تمويل واستثمارات أكبر عشان نواجه هذا التحدي. بالتالي أقدر لك وقتك وجهدك واهتمامك بالمنظمة، وهذا ليس غريب. سأستعرض في الفقرة الأخيرة التجارب التي ستعرض، وكان بعض الإخوة الإعلاميين يسألون عن هذا الموضوع. لدينا 9 تجارب خلال هذه اليومين. التجربة الأولى ستكون تجربة الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات مدى، يقدمها المهندس نجيب الديابي مطور أعمال ومسؤول عن خدمة النقاط البيع، والأستاذ محمد خالد عمر مطور أعمال ومسؤول عن الخدمات مسبقة الدفع من مؤسسة النقد العربي السعودي. التجربة الثانية هي نظام تسجيل المواليد كما أشار مع الوزير والوفيات المميكن من جمهورية مصر العربية، يقدمها المهندس أشرف عبد الحفيظ مدير برنامج ربط واستكمال قواعد البيانات القومية، وكذلك المهندس محمود جلال مدير مشروع ميكن تسجيل المواليد والوفيات في وزارة التخطيط والمتابعة وإصلاح الإدارة. التجربة الثالثة مركز نموذج حكومة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدمها الأستاذ أحمد البداوي، أرجو أن نطق الاسم صحيح، مدير مشاريع تطوير الخدمات الحكومية المشتركة في مركز نموذج دبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. التجربة الرابعة منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية إدارة المملكة المغربية، يقدمها الأستاذ عبد الرحيم الحصبة الحصية رئيس مركز الاتصال والتوجيه الإداري مديرية نظم المعلومات في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. تجربة بوابة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جمهورية مصر العربية، تقدمها الدكتورة نجوى الشناوي وكيل وزارة المعلومات ودعم القرار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان من المفترض أن تكون معنا الدكتورة، ولكن لظرف صحي اعتذرت، نرجو لها أو لمن المريض الشفاء. تجربة جائزة السلطان قابوس، التجربة السادسة، جائزة السلطان قابوس لإجادة الخدمات الحكومية الإلكترونية من سلطنة عمان، تقدمها الأستاذة شيماء بنت حمدان المحروبية أخصائية مشاريع في تقنية المعلومات العمانية. التجربة السابعة تجربة الاتحاد الدولي للاتصالات في دعم المنظمة في دعم المنطقة العربية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، يقدمها المهندس مصطفى المهدي مساعد منسق برامج في المكتب الإقليمي للاتحاد. التجربة الثامنة مبادرة فضل.